嗨，大家好，欢迎来到美娜中文课堂。السلام عليكم مرحبا بكم في美娜 Chinese class。الدرس تاع اليوم غادي يكون تطبيق الدرس الاول، غادي نقراو بعض الكلمات اللي مكونين من كونسونس اي دفويال، ومن بعد غادي نديرو النغمات في بعض الكلمات وننطقوهم، نشوفو النطق الصحيح او السليم ديالهم. من بعد غادي نجاوب واحد التعليق ديال واحد البنت خلاتو ليا، بغاتني ننطق لها بعض الكلمات اللي لقات فيهم صعوبة باش ننطقهم. غادي ننطقوهم وغادي نعطيكم المعنى ديال هاد الكلمات. خليكم. اول حاجة غادي نبدا بواحد الثلاثة لي كونسون اللي كيتشابهوا في الشينوية، اللي هي جي كولون و اكس. غادي ناخد هاد لي كونسون بثلاثة ونزيد عليهم اي. تي 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 شي شي. الى شفتو لا لتر جي كتنطق تاع خفيفه، تي تي كولون تاع بشده، تي تي و اكس بين السين و الشين، سنان خاصهم يكونوا مسدودين. شي شي. ناخدو نفس لي كونسون زيدو عليهم او. تو تو tu tu su su. tu es tu es tu es tu es su es su es tune 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 sun sun. jia 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 xia xia. من بعد ما شفنا هاد الثلاثه ديال الليتر اللي كيتشابو كيفاش ننطقوهم يعني مع مختلف لي فويال، غندوزو دابا لا فويال ا ان جي ولا فويال او ان جي اللي كيتسموا دي فويال نازال، يعني حيت فيهم جي على فا كيكون فيهم داك الادغام، يعني ماشي غادي ننطقوها ان ولا ان، كتنطق ان 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 ان. عشتو هاد لا فايل نسقو مع كونسون ونشوفو واش غتعطينا. بان 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 فان فان تان تان chang chang shang shang zhang zhang. ندوزو دابا لا فايل او ان جي اللي هي قريبه بزاف ل ا ان جي، غير ا ان جي كنفتحو فمنا ان ان، ولكن او ان جي كيكون فمنا شويه مسدود ان ان ان. مثلا بون بون pong pong feng feng zhong zhong long long chong chong sheng sheng meng meng. ندوزو دابا لا فايل لي ساهله اي ان جي لي كتنطق ين ين. تين ting ling ling ming ming ping ping ying ying. ودابا غادي ندوزو النغمات. الا باقيين عاقلين، نغمات في اللغه الصينيه شحال كاينه من نغمه؟ كاينه اربعه النغمات. النغمه الاولى اللي قلت لكم كتبقى ستايل، اللي طبقناها الا طبقناها في لي تقول اشنو غتعطينا. نغمة الثانية كتكون طالعة أ أ. نغمة الثالثة أ هابطة وطالعة أ. التون الرابعة هي كتكون هابطة أ أ. ناخدو كونسون ونلصقوها مع اون فوايير ونطبقو فيها هاد النغمات. مثلا لاتر دي بلس أ، النغمة الأولى كيفاش غنقراوها؟ تا 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 تا
مثال آخر. مثلا la lettre M plus A. Ma, 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 ma. ندوزو دابا على لتر اي. نديرو فيها بعدا هاد النغمات ونشوفو من بعد كي الى لصقنا مع الكونسون اشنو غتعطينا. اي 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 ام بلس اي. مي 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 مي. توجور على لتر زد مع لا فويل او زد. كيفاش قلنا كنقراوها؟ ض ض لتر او او ضو 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 ضو. هاد النغمات جد مهمين في اللغة الصينية، ما خاصناش نغلطو فيهم، حيت إلا غلطنا في شي نغمة وقلنا نغمة أخرى غادي يولي المعنى مختلف، غنوليو قايلين حاجة أخرى وما غاديش يفهمونا شناوة. دونك باش زعما نعودو نهضرو مزيان ولا ننطقو بنطق صحيح، أشنو خاصنا نديرو؟ نعودو نسمعو الشناوة كيفاش كيهضرو، وانا كنهضر على الشناوه اللي كيهضروا باللغه الصينيه الفصحى بالبوترونخوا، يعني ما كيهضروش بالدارجه ديالهم، خاصهم يهضروا باللغه الصينيه الفصحى. نعودو نسمعو مزيان، نقلدوهم كيفاش كيهضروا، ونعودو نهضروا بكثره. بكثره ما كتعود تهضر بزاف غادي تعود تصحح بنفسك الاخطاء اللي كنتي كدير. من بعد ما عرفنا لي كونسون مع لي فويل كيفاش كيتقراو والنغمات كذلك، دابا غادي ندوزو للتطبيق ديال واحد التمرين اللي كما قلت لكم هو تعليق ديال واحد الاخت اللي خلاتو ليا. الكلمه الاولى اللي خلاتها ليا اللي هي زاي دز دز اي زاي زاي. شنو هي زاي؟ زاي هي في في هي ان بلونغلي في. مثلا انا في المنزل و زاي تيا وزاي تيا. انا في المنزل و اللي هي انا، زاي اللي هي في، وتيا اللي هي المنزل. الكلمه الثانيه اللي هي تا تا ت ت ت تا تا. ديك تا اللي كتجيبيها منها منها تا 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 اللي كتعني هو ولا هي. في الشينوية ما كاينش مذكر ولا مؤنث، كل شيء بحال بحال. تا وحدة تا. الكلمة الثالثة اللي هي جو 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 اللي كتعني أقطن ولا أسكن. الكلمة الخامسة اللي هي تو 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 اللي كتعني يعني كندير، الفعل فاغ بالفرنسي. والكلمة الخامسة اللي هي زواتيان، هذه كلمة كتعني البارح. زوا زوا تيان تيان زواتيان. من بعد كينا كلمة اليوم، اليوم كتعني تين 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 اللي كتعني اليوم. تين 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 تيان تيان تي تيان تيان تي اللي كتعني الطقس. تيان تي. والكلمة الأخيرة اللي هي تزا مايا تزا مايا تزا مايا اللي كتعني كيفاش ولا كومو. هادي نورمال موراها جملة تين تيان تيان تي تزا مايا، يعني الطقس اليوم كيف داير. تين تيان تيان تي تزا مايا تين 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 تي زمايا تين 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 تي زمايا تين 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 تي زمايا تين 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 تي زمايا
今天天气怎么样？但是你莫说你还有点路，还讲可能跟闽南那 part 的那 prononciation 的 les alphabets， 你说阿拉马拉吉亚人读书的哈着好。وعندكم الى عندكم اي اقتراح ولا اي سوء فمخلوا لي في لي كومونتير تاع ان شاء الله غادي نجاوبكم عليهم وكنقول لكم نتلاقاو فيديو جديد فطر جديد بسلامه ساي تيان